مهتم بريادة الأعمال؟ ننتظرك في باب ريادة الأعمال، واللي من خلاله راح تفهم أكثر عن ثقافة العمل الحر، وتتعرف من خلاله على مبادرات الأعمال المقدمة من منشآت لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمبتكرين والمبدعين. وراح تقدر في هذا الباب تقابل الخبراء من الجامعات وأصحاب الشركات الناشئة والحاضنات والمسرعات والمشاريع الريادية المجتمعية، وتستفيد من البرامج التدريبية والتطويرية المجانية اللي بيقدموها في هالمجال. الباب بيسهل للجميع من كل فئات المجتمع المشاركة والمساهمة بأفكارهم ومشاريعهم المتنوعة في تعزيز وتطوير مفهوم ريادة الأعمال في المملكة، وتوجيههم للبرامج المناسبة لمرحلة مشاريعهم. احجز مكانك وسجل الآن مجاناً في بيبان الرياض، واللي بيكون في واجهة الرياض من 29 من يناير إلى 1 فبراير 2020، من 4 عصراً وحتى 11 مساءً. ولا يفوتكم حضور مؤتمر بيبان في 30 من يناير من 10 صباحاً وحتى 6 مساءً.